طبعا في اسئله كتيره بتجيلي، ابرزها ازاي احذف الفيديو المزال اللي هو واخد انذار، المدعي اداله انذار واتشال من عندك. طب الفيديو محذوف احذفه ازاي؟ ما بعرفش احذفه. لا هنقول لكم ليه طريقه للحذف، بس قبل ما اقول لكم الحذف ازاي لازم نعرف ان ما يجيلك انذار وصلك ثلاث حلول. الحل الاول تنتظر مده 90 يوم والانذار يروح لوحده. الحل الثاني تعمل اشعار مضاد. الحل الثالث تعمل طلب سحب المطالب. طيب انا دلوقتي عايز اقول حاجه، نصيحه، ما تنشروش الا الحاجات بتاعتكم، اي حاجة تانية هتبقى معرضة اما تاخد حظر او تاخد انذار، ولا يجمع بين حظر وانذار الا لو عمل اعتراض على المطالبة. عشان احذف فيديو واخد انذار بدوس على صورة القناة، وادوس استوديو منشئ المحتوى، وادوس على عرض العناصر، وادوس على الاجراءات. زي ما احنا شايفين ما ظهرش قصادي حذف، يبقى لازم اعلم على المربع اللي جنب الاجراءات. لما اعلم بقى على المربع، خلي بالك كل فيديوهات الصفحة بيبقى عليها تأشيرة صح كده، يعني دي وارد انها كلها تتحذف. فما ادوس اجراءات انا هخلي مثلا فيديو واحد هو اللي يتحذف، مثلا هخلي الفيديو الاولاني اللي هو طريقه حذف الفيديو اللي عليه انذار. ما عنديش انا انذار، كنت اوريكم بلغي علامه صح من كل الصفحه علشان ما فيش حاجه تتحذف. يبقى فيديو واحد بس هو اللي عليه علامه صح عشان بقيه الفيديوهات ما تتحذفش، ومن خلال الاجراءات اقدر احذف. اهو ظهر لي حذف، لكن انا طبعا مش هحذف. يعني ارجو اكون كده وضحت طريقه حذف الفيديو المزال او المحذوف. في ناس بتبقى حذف الفيديو عايزة تعمل اشعار مضاد فمش عارفة، عايزين يعملوا طلب سحب المطالبة مش عارفين. هقول لكم الحل دلوقتي. اول خطوة بتدوس على صورة القناة، اهي صورة القناة، هي سهلة خالص اهي. تاني خطوة بتدوس على استوديو منشئ المحتوى. تالت خطوة تدوس على عرض العناصر. ظهرت عندي اهي، اهي بشاور عليها، اشعارات حقوق الطبع والنشر، دوس عليها. طبعا اشعار الحقوق لا يعني انذار، ممكن تكون اغنية مسموح لك بنشرها بس حقوقها وارباحها بتذهب لمدعي اخر غير صاحب القناة. بتظهر عندي جميع الصفحات اللي فيها حقوق طبع ونشر. انا عارف ان انا بقالي فترة طويلة ما تلقيتش انذارات الحمد لله، فموجودة في الاخر. اهو عندي ثلاث فيديوهات قديمة من سنوات او من فترة طويلة تلقيت عليها انذارات. لو الانذارات كانت في فترة واحدة القناة تتقفل، لكن فترات مختلفة بستفاد من ميزة 3 شهور والانذار يتلغي، او اعمل اشعار مضاد، او اعمل طلب لسحب المطالبة. علشان ما ننتهش من بعض، قصادي حاجات عاوز اعملها. عاوز احذف الفيديو اللي واخد انذار، وانا حذفت الفيديو اللي واخد انذار، طب عايز اعمل اشعار مضاد عليه، طب عايز اعمل طلب سحب مطالبة، طب انا عن ما حذفتوش بس مش عارف اوصل له. هشرح على الثلاث فيديوهات اللي قصادي. ادي قصادي فيديو محذوف، تمام؟ ادوس على تمت ازالة الفيديو. هنلاحظ هنا تم حذف الفيديو، انا حذفته، ازال المستخدم هذا الفيديو اللي هو انا، تمام؟ وارسل الينا المدعي اشعارا قانونيا بشأن المحتوى المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر. يعني بعت لليوتيوب اشتكى، قال ان انا واخد حاجة من عنده، راح اليوتيوب مكنه انه يديني انذار. يبقى وضع الحساب تم تلقي مخالفة لحقوق الطبع والنشر. طيب اهو ادي طلب سحب المطالبة وارسال اشعار مضاد، عشان في ناس مش عارفة توصل للحاجات دي ازاي. ادي الفيديو اهو انا شيلته اهو، ومع ذلك قدرت اوصل له. خلاص طلب سحب المطالبة. طب نخلينا الاول في ارسال اشعار مضاد. فلسفة الاشعار مضاد يا جماعة ان في صراع على ملكية حقوق الفيديو. الصراع ده لو انا بعت اشعار مضاد لليوتيوب وقلت الفيديو ده بتاعي، كده ببقى معرض من مدعي حقوق الطبع والنشر انه يرفع عليا قضية، لان في الاشعار المضاد بسيب اسمي وعنواني وبياناتي. فاليوتيوب بيخرج نفسه من الموضوع دوت، وبيبعت الاشعار المضاد بعد ما يوافق عليه للمدعي، عشان المدعي ياخد بقى اجراءاته ويعمل قضية. فانا طبعا بحميكم من حاجة اسمها جريمة انتهاك
حقوق الطبع والنشر، انا بحميكم منها. عشان كده بقول لكم لو خلاص انت خدت انذار كده كده يبقى هتعمل اشعار مضاد، بعد ما تعمل اشعار مضاد احذف الفيديو، حمايه ليك من القضيه لو صيغه الاشعار المضاد ما كانتش مناسبه، لان اليوتيوب وضع شرط انه لازم يوافق على الاشعار المضاد. ادي مثلا اهو، هدوس اشعار مضاد اهو، هدوس ارسال اشعار مضاد، خلاص يبقى اليوتيوب هنا بيمكنني ان اعمل اشعار مضاد، وده بيسميه اجراء قانوني. تمام. وفي المقابل يحق للمدعي رفع دعوى قضائية ضدك، هياخد عنوانك ومعلوماتك وحاجات زي كده. في خيارات اخرى وبيقولها لك، وكل شوية بيعملوا تحديثات للانتظار حتى انتهاء صلاحية المخالفة بعد 3 اشهر المطالبة بسحبها. يمكنك الاتصال بالمدعي ومطالبته بسحب طلب الازالة. انا بقى مش هكمل، بل عايز يكمل يكمل. تمام. بالنسبة لطلب سحب المطالبة ادوس طلب سحب المطالبة اهو. طب اتواصل مع المدعي ازاي؟ لو انا اعرف له قناة ممكن اعلق له في اي فيديو في اي حتة في القناة واطلب منه اترجاه بقى واستعطفه انه يسحب المخالفة. ممكن يكون شبكة، ممكن يكون قناة، ممكن يكون مجموعة قنوات، مش قادر اتوصل له يبقى الايميل اضمن. نجرب تاني مدعي. تم ازالة الفيديو، اضغط عليها. برضه انا اهو حذفت الفيديو والمدعي اهو كاتب حاجة كده معلومة عنه قد تكون اسم القناة، وده الايميل بتاعه الاضمن ان انا اعمل عليه مراسلة. ننسخ اسم القناة في بحث اليوتيوب ونبحث. لو لاحظنا هنا نفس الاسم اهو، سوني بيكتشرز نتوركز انديا برايفت ليميتد، يبقى الاضمن برضو الايميل بتاعه. ثالث فيديو بدوس، تمت ازالة الفيديو. هيظهر لي برضو اسم المدعي والايميل بتاعه. لو انا عاوز اخد مثلا اسم المدعي اهو واحطه في بحث القناة في بحث اليوتيوب، ادوس عليه، هو ده ظهر لي اهو. وبرضو الاضمن ممكن اراسله بايميل. انسخ اسم المدعي، ممكن يكون شبكة قناة، وابحث فيها، وابحث في بحث اليوتيوب، ظهر لي اهو، وادوس على القناة بقى. ممكن بقى في تعليق عنده في فيديو ان انا اكلمه واقول له، بس هو انا افضل ان الايميل بيبقى محطوط اراسله بالايميل ده في طلب سحب المطالبة. وتذكروا لو انت حذفت الفيديو المدعي مش هيعرف يوصل للفيديو ده، وبالتالي مش هيعرف يسحب المطالبة. طبعا ده احتمال نادر، يعني ده مدعي هندي مستحيل هصعب عليه ويسحب المطالبة يعني. لكن احنا بنقول الحاجات النظري اللي ممكن يعني تحصل حتى لو باحتمال قليل.